ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا grade 7 math first term unit 1 lesson 3 addition and subtraction for rational number. كنا خدنا تمام. المرة اللي فاتت يقول لي مثلا 2 over 5 minus 1 over 5، كنت بحط ال 5 دي زي ما هي same denominator، اقدر اعمل subtraction 5، بعدين 2 minus 1 equal 1 ماشي، بعدين نيجاتيف 4 اوفر 9 ماينس 2 اوفر 9، كنت بحط ال 9 زي ما هي، بعدين نيجاتيف 4 ماينس 2، ممكن احطها على الكالكوليتر زي ما هي او انا ابقى حافظ، لو الاثنين شبه بعض دي نيجاتيف ودي قدامها نيجاتيف يبقى اعمل لهم اديشن، 4 بلس 2 يبقى 6، والنيجاتيف بتاعتهم هما الاثنين احطها تمام ماشي. لما يجي لي نيجاتيف 3 اوفر 8 تمام ماينس نيجاتيف 2 اوفر 8، انا الدينومينيتور شبه بعضه ما عنديش مشكلة انزله زي ما هو، تمام بس عندي في نمبر هنا قدامه يبقى 2 نيجاتيف 5. ساين، دي نيجاتيف ونيجاتيف لازم اشيلهم واحط واحدة بس بوزيتيف ماشي، يبقى بوست، يبقى واحدة نيجاتيف واحدة بوست، بعمل لهم ايه سبتراكشن 3 ماينس 2 هتبقى 1، نيجاتيف 5. لا اعمل سبتراكشن، مش واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف 3 ماينس 2 1. طب احط النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ قال لي حط بتاعتي الكبير، مين الكبير اللي فيهم؟ 3 3، بحطها نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 8 تمام ماشي كده. تمام كل ده ما عنديش فيه مشكله، ديت عندي فيها مشكله لانها مش في السمبلست فورم، لازم احطها على الكالكوليتر او اعمل لها سمبلست فورم بايدي كده، ديفايدد ثواني كده 3 فوق وتحت يبقى 2 over 3. Rational number لازم اوكي يكون ايه simplest form. okay. طيب كل ده ما عنديش فيه مشكلة ما دام الدينومينيتور شبه بعض. طب لو الدينومينيتور مش شبه بعضه اخليها انا زي بعضه، بعدين ارجع اعمل ايه نفس الموضوع القديم ده ماشي، ماشي بيقول لي مثلا 1 over 2 minus 1 over 4، قال لي ماشي الدينومينيتور هنا مختلف، قال لي بص الاول كده، هل الصغير ده ال 2 ينفع يبقى 4؟ لا ينفع، اعمل له ليه؟ مالتبلاي كام؟ 2 وزي ما ماشي عملت تحت اعمل فوق برضه عشان يبقى انا ما غيرتش حاجه كده، 2 تمام مالتبلاي 1 2 و2 مالتبلاي 2 4 وده زي ما هو، يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى 2 اوفر 4 ماينس 1 اوفر 4، 4 مع 4 احطها زي ما هي، و2 ماينس 1 تطلع 1 حلو ماشي. طيب بيقال لي 1 over 2 plus 1 over 3 equal كام؟ ببص للصغير، هل ال 2 ينفع يبقى 3؟ لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ اعمل ال 2 دي multiply ال denominator اللي قصادها اللي هو 3 فوق وتحت، وال تطلع 3 ده 6 اعمل لها multiply كام؟ 2 اللي 2 هو ال denominator اللي قصاده فوق وتحت، ماشي هيبقى ده 3 multiply 1 3، 3 multiply 2 6 6 plus 1 multiply 2 2، 3 multiply 2 6، هو شبه تمام بعض ولا لا؟ تمام شباب نزل ال 6 واعمل 3 plus 2 equal 5. تمام لحد كده في مشكلة؟ كده تمام ماشي، تعال نحل نحل مثلا دي نيجاتيف 9 اوفر 12 بلس 3 اوفر 16 ماشي، قال لي 12 دي الصغير ينفع يبقى زي 16؟ لا مظنش ما ينفعش، اقعد بقى اعمل هنا مالتبلاي 16 وفوق مالتبلاي 16 وهنا مالتبلاي 12 وهنا مالتبلاي 12، بس احس كده لا ان المساله عماله تكبر مني، في لخبطة فبحاول اشوف يمكن ايه اقدر ايه ابسط الموضوع شويه، بلاقي نيجاتيف 9 اوفر 12 دي ممكن اعملها في السمبلست فورم بتاعتها، تبقى ايه؟ تبقى ثانية كده اعملها ديفايد 3 فوق وتحت او احطها على الكالكوليتر زي ما هي، نيجاتيف 9 اوفر 12 تطلع بنيجاتيف 3 اوفر 4 ممتاز.
plus 3 over 16. طيب يعني دي طلعت 6 اه عشان نفس الدومينيتور. تمام تمام كده. طيب اه الفور دي ينفع تبقى 16 صح؟ اه اعملها ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 4 4 صح فوق تحت. يبقى نيجاتيف 12 اوفر 16 بلس 3 اوفر 16 حط ال 16 زي ما هي. تمام واخد نيجاتيف 12 بلس 3 كام؟ كام بتوس كام؟ نيجاتيف 12 بلس 3 تبقى نيجاتيف 15 نيجاتيف 9. ايوه صح برافو عليك نيجاتيف كده هي في السمبل استفارة. تمام ماشي ما اقدرش اعملها سمبليفاي اكتر من كده خلاص يعني. لو لقيت المسألة بتكبر منك حاول تدي نظرة تانية كده ممكن الموضوع يبقى ابسط من كده. ثانية واحدة عشان نقطة هتدلق لي الشاي. طيب ماشي أول ما جيت. أيوة معاك. ماشي. اختار مسألة تانية بس فيها بقى ميكسد نمبر. قول. ماشي. 9 and 1 over 5 minus 7 and 3 over 5. لازم أحوله لإيه؟ ل improper fraction. أحوله إزاي؟ بخلي ال 5 ده زي ما هو. All 9 multiply 5 plus 1. 9 multiply 5 45 plus 1 46 minus. فاكر الطريقة دي ولا لا؟ يعني طب بتعرف تكتبها على الكالكوليتر بالشكل ده هتطلع لك. ماشي ثانية جربها كده شوف 7 and 3 over 5 دي هتطلع بكام. هي المسألة كلها طلعت 8 over 5. 8 over 5 يعني هي صح. صح ايوه بس انا عايزك تحلها بالستبس عشان ال عشان الماركس. ايوه في الامتحان لازم يشوف الستبس فبتعملها واحدة بواحدة يعني 9 and 1 over 5 دي لو كتبتها هتطلع لك 46 over 5. طب ثواني تلعب بسيك اه صح 64 اوفر 5 46 46 اه بتلخبط. ماشي تمام ماشي. او الثانية هتطلع 38 اوفر 5
تمام. هنا يبان ان انت ايه مش عامل بالكالكوليتر، مع ان انت عامل بالكالكوليتر، لكن مجرد ان انت تكتب الستيب دي معناه ان انت مش مستخدم الكالكوليتر، كانك عملتها ايه في دماغك يعني. ماشي بعدين الفايف تنزل زي ما هي وتكتب بقى الانسر اللي طلعت لك على الكالكوليتر. 46 minus 38 equal 8. تمام. يبقى لو هي ميكسد احولها له الامبروبر، بعد كده اعمل لها ماينس او بلس. تمام، دي لو هي ميكسد نمبر مع ميكسد نمبر. طب لو هو فراكشن مع ديسيمال نمبر، يعني 2 اوفر 5 بلس 0.2. بيعملها ازاي؟ لازم احوله لايه؟ لفراكشن برضه. للفراكشن. لو اعمله فراكشن زي ممكن اكتبه كده على الكالكوليتر 0.2 واعمل ايكوال، هيطلع لي 1 اوفر 5 0 بلس 2 اوفر 5. ماشي، 2 بلس 1 3 وال 5 زي ما هي. بس كده سهل قوي، ماشي. بقول زي ده سهل. طيب دي كل الانواع بتاع الاديشن والسبتراكشن. بيجي لي في الدرس ده حاجه اسمها البروبرتيز بتاعت الاديشن والسبتراكشن، لان بيجي عليها اسئله كومبليت و وتشوز وكده. ماشي، ماشي. البروبرتيز دي ممكن انت تكون فاكرها. اول حاجه اسمها كلوجر، يعني ايه كلوجر؟ كلوجر ده يقول لي مثلا 1 اوفر 5 بلس 2 اوفر 5. ال 1 اوفر 5 ده يعتبر راشنال صح، وال 2 اوفر 5 طبعا. برضه راشنال. لما اعمل لهم بلس اللي هيطلع لي برضه ايه؟ راشنال نمبر، معناه ان هما اسره مع بعضيهم كده. راشنال بلس راشنال يطلع لي راشنال، راشنال ماينس راشنال يطلع لي راشنال، وهكذا. خلاص، دي معنى ايه كلوجر. تاني حاجة كوميوتيتيف، يعني ايه كوميوتيتيف؟ يعني هبدل 1 اوفر 5 بلس 2 اوفر 5، هل هي هي لما اجيب 2 اوفر 5 في الاول بلس 1 اوفر 5؟ هتطلع نفس الانسر ولا مختلفة؟ لا تبقى مختلف. ليه؟ ما طلعت 3 اوفر 5 برضه. يوفر فا مش فاهم. فهمت خلاص. كوميوتيف. ماشي، كوميوتيتيف دي معناها لو انا بدلت جبت ده في الاول وده في الثاني زي تحت هنا هيطلع نفس الانسر. تمام. تمام كده. موضوع. تمام. تالت حاجة، حاجة اسمها associative. يعني ايه associative؟ associative دي لو انا بعمل addition ل 3 number، يعني 2 over 5 plus 1 over 5 بلس 4 اوفر 5 كده. واللي ممكن تقسمهم تاخد 1 اوفر 5 مع 2 اوفر 5 تخلصها الاول، بعدين تعمل لها بلس 4 اوفر 5. ده اللي انا بعمله اوريدي بقى يعني. 3 اوفر 5 بلس 4 اوفر 5. ايوه تمام، او اخد 4 اوفر 5 مع 1 اوفر 5 وبعدين اعمل له بلس 2 اوفر 5، تبقى 5 اوفر 5 بلس 2 اوفر 2 اوفر 5. 5 هي هي يعني. تمام. طيب بروبرتي نمبر 4، حاجة اسمها اديتيف ايدنتيتي.
يعني ايه ديت اوف ايدنتيتي؟ يعني بيبقى بيقول لي حاجه زي المرايه كده 1 اوفر 5 بلس كام تطلع لي 1 اوفر 5. ده وانا اعرف منين انا اللي هو ما زيرو بيغيرش فيها حاجه، زيرو الزيرو. اوفر 5 لا زيرو بس وخلاص، مش لازم في اوفر وبس. حاجه. يعني ماشي الزيرو ده هو الاديتيف ايدنتيتي، بيجي يسأل دايما كده، ده اديتيف ايدنتيتي او اديتيف نيوترال، ده اسم تاني نيوترال. نيوترال ده انت بتاخدها في الساينس، اللي هو حاجه ايه، اللي هو النيتريوم اللي هو جوه الاتوم لسه ده. برضه ما فتحتش الساينس ايش، والله، ما فتح ربنا رخم معاك قوي. بقى. ده اول يا درس، بصراحة ده صعبة. اول درس رخم. ربنا يعينك عليها. انا لو ما عرفتش فيها خلي حضرتك تشرحه لي بقى عشان تعبت. طيب ماشي، ولا يهمك، تحت امر. ماشي additive identity او additive neutral اللي هو المين، الزيرو. خلاص الزيرو ده اللي هو ايه، ما بيعملش حاجة، زي مراية كده، ال 1 over 5 يشوف نفسه الناحية التانية. ماشي. ماشي طيب نمبر 5 اخر واحدة، additive inverse. additive inverse، additive inverse عكس ال additive identity. يعني يقول لي 1 over 5 بلس كام يطلع لي 0. اللي اوفر بيتغير 5 الساين بتاعتها بس، يعني هي 1 over 5 تبقى negative 1 over 5. ماشي. لازم يبوظ لي دماغي بأي طريقة. المهم أي فكرة، المهم فكرة. ايوه، يعني 3 بلس كام تديني 3؟ ايه تديني 0، اسف، 3 نيجاتيف نيجاتيف 3 3. بغير الساين بس، يبقى ده البروبرتيز بتاعت الاديشن والسبتراكشن. ثانية كلوجر. واحدة بس، ثانية واحدة أنا أروح حمام بس دقيقة ماشي براحتك. identity element in 0 in 0 لا ان كيو، كيو دي اللي راشنال نمبر. الراشنال ايه ال ال additive 0 identity 0 0؟ صح، the additive inverse of the number 3 over 7، negative 3 negative 3 over 7، the لازم أحط additive ال over 7. inverse. ايوه، ما هو بحط نفس النمبر، لو بص بحط negative، لو negative بحط بص، بس النمبر زي ما هو. تمام. The additive inverse of the number negative 4 over 9. نيجاتيف 4 اوفر، نيجاتيف 4 اوفر 9 هتبقى 4 اوفر 9. The additive inverse of the number، ايه ال additive inverse بتاعته؟ ده negative 6 over negative 11. طبعا كأن النيجاتيف دي مش موجودة، لأن النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف. تمام. بس 6 اوفر 11 ما هي كده 6 over 11. تبقى نيجاتيف يعني. ايوه، يبقى negative 6 over 11. تمام 2 over 3 power 0. 2 اوفر 3 ايه؟ 2 اوفر 3 و0 جنبها دي. هتبقى اي حاجة power 0 بكام؟ يعني نيجاتيف اي حاجة 1. باور 0 ب 1، اي حاجة باور 0 ب 1، طيب ماشي يبقى ال additive inverse بتاعتها 1. هو الصب بيقطع مش عارف ليه. يعني نيجاتيف 1، صح؟ اه طيب نيجاتيف 2 باور 7 باور 0. تبقى برضه احطها نيجاتيف ولا هي نيجاتيف اصلا هنا فاحولها لا، بوزيتيف؟ ما احنا قلنا بقى اي حاجة باور زيرو بكام؟ 1 وان، تبقى اي بقى 1 حاجة نيجاتيف باور بقى. زيرو بوان، اي حاجة. 1 نيجاتيف ولا من غير؟ لا من غير، هو اه وان، اي حاجة باور زيرو بوان. طيب ماشي ماشي، يبقى برضو ايه، تمام نيجاتيف وان. اوكي. The additive inverse of the number negative 4 over 5. عارف انت ال absolute value دي؟ لا لا اللي هي
تبقى اللي هي بتطلع اي نيجاتيف تطلعه بوزيتيف. مش هتبقى 4 بس عادي 4 over 5 4 over 5 في الفراكشن. طب الطير اللي تحت ليه؟ مش عاجبك؟ ما دام موجود سيبه. ماشي ماشي ماشي. اللي بعده فور ايه ايه نمبر 8 ولا نمبر 7 لسه؟ نمبر 7 احنا قلنا ايه هيطلع بالبص، يبقى انا خليه نيجاتيف بس. طيب ماشي ماشي نمبر 8 بقى مساعدة تبقى inverse of the number 0 نمبر 0 هيبقى 1 ولا هيبقى كام؟ هيبقى كام؟ 1 The additive inverse of the number 0. Additive inverse ده قلنا اللي هو ايه؟ بغير الساين. طب هو كده كده اصلا الساين بتاعه مش فارقة، حطيت بوستف 0 هي هي 0، نيجاتيف 0 هي 0، يبقى هي هي 0. هي هي ايوه 0 برضه. Additive ماشي inverse بتاع 0 هو 0، تمام لانه مش هينفع تحط له نيجاتيف زيرو لانه هو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام ماشي كده عرفت موضوع البروبرتيز دي. هو ان ماشي. الماوس بتاعي بيبان ولا مش بيبان؟ لا بيبان. ماشي بص يا مستر وصلنا احنا الاثنين نهائي مع بعض ربنا يستر بقى في النهاية يعني. يا لهوي هتتكسر فعلا في ناس متعصبة بصراحة، بالذات بقى الإعلام بيشحن جامد الفترة دي، ده انا بالذات انا هتلاقي هتفرج عليه مع اصحابي يعني الله يرحم القهوة طيب صاحب القهوة يعني روحوا قهوة كلها ايه أهلاوية مثلا. يا رب ما انا المشكلة ان اصحابي نصهم زملكاوية أصلا خلاص روح قهوة بيفصلوا يعني، بيعملوا قعدة للأهلاوية وقعدة للزمالكاوية، لأن أنت قاعد مثلا تفرح بجون التاني مخنوق إن الجون جه، فتلاقي العملية فيها شد يعني. القهواجي يوم هيبقى أغنى من المهندس وهيعلي الطلبات طبعا. والله ماشي اعمل حسابك في 20 ولا حاجة، ما تزيدش عن كده يعني. مش نايت ايه ده انا اخر مره رحت كانت بتبقى ماتشات عاديه كانت بدفع لي 60 70 كده يعني بيصطادوا في الملعب. ماشي حل يلا دو. ماشي the reminder of subtracting 1 3 from ده السؤال الغريب ده from ماشي بتعمل ماشي subtracting. ماشي هتبقى 7 over 5 دي دي انت حسبتها ولا ايه؟ ايه حسبتها؟ هو بيقول لك subtracting، يبقى اكيد يعني مش دي، مش 7 over 5 يعني. هنعمل ما ماينس يعني. subtract ده from ده يعني من الكبير 6 لا over هو 5، لانه بيقول لك خد منه، زي ماما كده تقول لك خد من بابا، يبقى بابا اللي معاه الفلوس يبقى هو الكتير. 6 over 5 minus 1 over 5 ماشي ايكوال كام؟ بتاخد بالشبه يعني. دي لا استحالة، دي مش عارف، لا مستحيل. ناسي سبكتراكتنج اصلا ماشي طيب 6 over 5 minus 1 over 5 اللي هي 5 over 5 5 over 5 اللي هي ب1. تمام ماشي يعني دايما نشك في كل التشويسز، ما تقولش لا ده دي مستحيل 1 over 5 6 over 5 ايه اللي جاب لهم 1 يعني في النص كده، ما انا فاستحالة تكون قلت 1. لا شك انا في كل استبعدت ده. وان اص انا عارف. ماشي the remainder of subtracting 1 3 from negative 4 3 equals ما 3 طب ثانية اعملها بقى
ماشي بدل ما كسر وتطلع غلط برضو. ماشي يا هي فروم دي معناها ماينس ولا بلس؟ فروم يعني ماينس، يعني اللي هو التاني ماينس الاولاني، لان التاني بيكون هو الكبير. ماشي. هتطلع نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 عملتها ازاي؟ عادي، ماينس ال 4 اوفر 3 من ال 1 اوفر 3. هيبقى نيجاتيف 4 اوفر 3 اه ماينس 1 اوفر 3، اه يبقى 3 زي ما هي، ونيجاتيف 4 نيجاتيف 1 الاتنين شبه بعض، يبقى اعمل لهم اديشن يعني 5، 5. والساين بتاعتهم نيجاتيف. مش هم شبه بعض؟ نيجاتيف 4 ونيجاتيف 1. اه ماشي، مسألة لفة خالص. انت لازم تكون مركز، دماغك مش هيسيبك كده بالساهل يعني. منتهى الرزالة يعني. ماشي اللي بعدها. reminder 1 7 from 0 equals from 0. يبقى زيرو الكبير، احط زيرو ماشي. ماينس 1 اوفر 7. 0 طبعا زيرو دي اعتبرها اوفر 7. ماشي، ماشي. هنحط ال 7 زي ما هي، زيرو ماينس 1، 0 minus اتنين مختلفين، اعمل ماينس 1 وحط اشارة الكبير اللي هو ال 1 ماشي. نيجاتيف. او اقول ده الزيرو ده الاديتيف نيوترال، يعني ده المراية ما بيعملش حاجة، احط النيجاتيف 1 اوفر 7 زي ما هي كده يعني. تمام ماشي. اللي بعدها نيجاتيف 3 اوفر 2 فروم 0. ماشي، يبقى 0 0 اوفر 2 0 تبقى اوفر 2. مش عارف ايه بتعمل. ماشي، 0 اوفر 2 اوفر 0 ماينس نيجاتيف 3 اوفر 2. قلنا في نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. بوزيتيف صح؟ اه بعدين 3 اوفر 2 وده 0 اريتيف ايدنتيتي، ينزل زي ما هو. تمام، 3 اوفر 2 شو ان هو مراية الزيرو ده؟ ان اي زيرو بيطلع الرقم نفسه. ايوه بالظبط كده. طيب 3 اوفر 5 بلس كام يديني زيرو؟ زيرو. لا ده الاديتيف 3 اوفر 5. انفيرس، ايه 3 اوفر 5. 3 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5 تطلع 6 اوفر 5. بي دي ماشي صح، دي صح. ماشي. A plus 6 over 7 equal 0، يعني الـ A ده بكام؟ نيجاتيف 3 اوفر 7. نيجاتيف 6 اوفر 7. السلام عليكم، تمكن منها. A plus 1 over 4 is the additive inverse of the number 3 over 4. Additive inverse of the number 3 over 4 اللي هو negative 3 over 4. كده في 3 over 4؟ ده ال additive inverse بتاع 3 over 4. طب اللي ده يبقى بكام بقى؟ المفروض ده يطلع negative 3 over 4. أحط ال A بكام؟ ال A ب 1؟ ممكن أجربهم كلهم، أعمل negative 3 over 4 plus 1 over 4 أشوف هتطلع negative 3 over 4 ولا لأ. بس لو طب حطيت استنى، 1 هتطلع 5 اوفر 4 هي النيجاتيف 1. نيجاتيف 1. اه نحط النيجاتيف 1 و 1
نيجاتيف 4 اوفر 4 ال 1 ده يبقى نيجاتيف 4 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 تمام. الاثنين مختلفين يبقى اعمل سبتراكشن ال 4 زي ما هي يبقى 3 والكبير 4 نيجاتيف مش كده. طيب question number 8 دي negative ولا دي؟ لا negative 12 plus negative 9 بخلص اللي جوه البراكت الأول بعدين أحط لها negative. تمام ماشي، ده تبقى 3 كده ماشي 3 ومع النيجاتيف اللي بره نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3 دي نيجاتيف 3 بنص هتبقى نيجاتيف 10 ممتاز ومع النيجاتيف اللي بره حاطط 2 نيجاتيف جوه نيجاتيف 10 وبره نيجاتيف وانا قلت لك ايه ما ينفعش احط 2 ورا بعض اشيلهم واحط حاجه واحده نيجاتيف نيجاتيف صح بوزيتيف يعني اشيلهم ماشي اكس ايكوال تو واي ايكوال 3 وزد ايكوال 4 عايز اكس اوفر واي ماينس زد اوفر اكس اكس اوفر واي يعني 2 اوفر 3 ماينس زد اوفر اكس ماينس 4 اوفر 2 الدينومينيتور مختلف ده 2 ده 3 ماشي احاول اخليهم شبه بعض اعمل ايه اعمل ملتبلاي 2 دي اقدر اخليها 3 لا يبقى اعمل ملتبلاي 3 فوق تحت ماشي هنا ملتبلاي 2 فوق تحت ماشي 4 minus 4 negative multiply 2 4 multiply 3 6 minus 12 over 6 بقى مشابه بعض ماشي 6 زي ما هي 4 minus 12 الاثنين مختلفين اعمل subtraction يعني 8 واحط تمام الساين بتاع الكبير اللي هو النيجاتيف تمام اعمل لهم simplify ثواني اعملهم كده ماشي نيجاتيف 4 اوفر 7 ماشي ماشي تعال نشوف نوعية تانية ولا تعبت لا لا يلا ممكن نحل السؤال ده فوق ماشي اديني x 5 over 6 y negative 1 over 3 z 1 over 2 عايز the value of each of the following x plus z x plus z يعني 5 over 6 plus 1 over 2 شوفها انت بقى كده بكام ثانية اشوفها على الكالكوليتر لا تحلها بالستبس اتدرب كده كأنك في الامتحان يعني ماشي ثواني اجيب كراسة اطلع الكراسة انت عشان تثبت لي ان انت ما استخدمتش الكالكوليتر لازم 1 اوفر 2 دي اخلي ال 2 دي زي ال 6 اعمل ايه ملتبلاي كام 3 3 عشان تبقى زي ال 6 دي برضه 5 اوفر 6 plus 3 over 6 تمام بعدين و 8 over 5 6. plus 3 اكتب وهنا احط 6 بعدين اعمل لها simplify تطلع four over 3 ماشي هلا تعب الكالكوليتر دي تمام كده تمام ماشي x plus y
اكس 5 اوفر 6 بلس واي، واي اللي هو كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3. نيجاتيف وراه بوزيتيف، مع السلامة، وحط بدلهم ايه؟ نيجاتيف. ماشي، وكده هتبقى 3 عمل لها ايه؟ ايه؟ عشان تبقى 6 باي 2. ماشي، 4 برضه باي 2، 5 اوفر 6 1 اوفر 6 2 اوفر 6 6 زي ما هي. دول مختلفين، اعمل لهم سبتراكشن يعني 3، وشرط الكبير 5 بوزيتيف، يبقى سيبها زي ما هي. تمام. طيب اكس ماينس واي، بدل ما كنت بعمل بلس هنا اعملها ماينس. اكس ماينس نيجاتيف 1 اوفر 3، قلنا نيجاتيف نيجاتيف اعمل ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف هتبقى بوزيتيف. بوزيتيف، يبقى انا اخلي دي بوزيتيف وخليت الدينومينيتور زي ما هو، يبقى 5 بلس 2 7 اوفر 6. كروتك انا ولا ارجع احلها من الاول؟ لا لا لا، فهمتها؟ فهمتها. ماشي، y بلس z ماينس x. تمام، y بلس z، ادي ال y مع ال z، نيجاتيف 1 اوفر 3، اعملها الاول بلس هاف. تمام، 2 و 3 لازم اخليهم ايه؟ شبه بعض، اعمل دي ملتبلاي 3 ودي ملتبلاي 3، ومالتبلاي 3 برضه. ده ملتبلاي 2 زي الدينومينيتور اللي قصاده يعني، ده ملتبلاي 2. هو في احيانا بعمل الدومينيتور اللي في الاول واحيانا لا، ليه؟ إيه لو لقيت ال 3 ينفع يبقى زي ال 6 خلاص حققت انا الموضوع باقل التكاليف، بدل ما اقول 3 ملتبلاي 6 يبقى دي 18 وفوق 6، ولا المسألة بتكبر مني يعني. يعني فلو لقيت الصغير ينفع يبقى زي الكبير خلاص، لقيت التو ما ينفعش تبقى زي الثري خلاص، يبقى هنا بلجأ للايه؟ ان انا اكبر المسألة، يبقى من هنا ملتبلاي 3 فوق تحت، وهنا ملتبلاي 2 فوق تحت. ماشي، يبقى دي نيجاتيف 2 اوفر 6 دي بلس 3 اوفر 6، الاثنين شبه بعض 6، نيجاتيف 2 بوزيتيف 3 مختلفين، اعمل سبتراكشن يعني 1، واحط الشرط الكبير اللي هي ايه؟ بوزيتيف. قال لي اللي يطلع دوت اعمل له ماينس اكس. ماينس اكس، طب الاكس بكام؟ 5 اوفر 6. طيب دي جت على الاخر، دي 6 ودي 6، واحط 6 1 وماينس 5 يبقى مختلفين، اعمل سبتراكشن 4 واحط الكبير مين؟ النيجاتيف. تمام كده، تمام. نيجاتيف 4 اوفر 6 اجيب لها simplest 4، نيجاتيف 2 اوفر 3 ب 2 اوفر 3. نيجاتيف، ايوه نيجاتيف. ماشي، واقدر اتاكد بالكالكوليتر لو انا عايز. ماشي، الدرس كده فيه مشكلة ولا؟ لا أنا ماشي، يعني أعتبر مفيش حاجات جديدة أوي يعني، لازم أركز بس. ركز وتحل عليه، وأنت يعني لو حليت بعد الحصة على طول بيكون حاجة كويسة جدا، حاجة بتثبت أكتر. ماشي، المشكلة إن أنا لو حليت بعد الدرس أفضل طول الأسبوع ناسي. لا، بتتثبت في الذاكرة المؤقتة دي، بتتثبت. طيب ماشي ماشي، يعني بيبقى صعب تنساه إلا لو رجعت لها بعد فترة، خلاص الماث بطبيعته بيطير يعني. طيب ماشي، هنحل حاجة تانية كده ولا؟ أفكرك بالمالتبلاي والديفايدد كده وخلاص. ماشي، المالتبلاي كنا بنعمل نموريتور باي نموريتور ودينوميناتور باي دينوميناتور. ياه شفت بقى؟
بس كده. 5 multiplied 7 آه. بس كده ماشي. في حاجة يقول لي simplify 2 تروح مع 2 فوق مع تحت يبقى لي هنا 1 وهنا 1 negative 1 multiply 1 negative 1 1 multiply 3 3. مش عايز اعمل simplify اسيبها زي ما هي وفي الاخر اعمل simplify. يعني كنت اقول negative 1 multiply 2 negative 2 و 2 multiply 3 6 بعدين احطها على الكالكوليتر تطلع لي negative 1 over 3 برضه. ماشي اوكي المرة الجاية بقى افكرك بالديفايدد عشان الدنيا ايه ما تخشش في بعضها يعني. تمام ماشي ماشي كده يا جنى هتاخد. ثانية ماشي انا منتظرها. سلام سلام عليكم.